خميس 21 من شهر نوفمبر يصادف الذكرى التي تحتفل بها منظمة اليونسكو، ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة. هذا اليوم الذي تحتفل به منظمة اليونسكو في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر في كل عام، ونحن نسترجع هذه الذكرى نتأرجح بين قطبين، الألم والأمل. إننا نسترجع ذكرى أشخاص كانوا بالأمس معنا نتقاسم معهم رسالة الفلسفة. إنني أتذكر وبكل ألم اليوم ذكرى الأستاذة غضبان رحمها الله، شخصية جمعت بين الرزانة وحب الفلسفة والتفاني في أداء عملها. نسترجع ذكرى الأستاذة بلجود التي عاشت صراعا مريرا مع مرض السرطان. نتذكر الأستاذ بهاري مفتش الفلسفة بولاية المسيلة. إلى كل هؤلاء نرفع أيدينا ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم رحماته. أسترجع ذكرى أشخاص لم أتقاطع معهم لكنهم أيضا نتشارك معهم رسالة الفلسفة، الأستاذ بشير ربوح. إلى كل هؤلاء نقول إننا لازلنا نحلم اليوم ببناء دولة جزائرية على أسس الديمقراطية والحرية. في المقابل نفتح باب الأمل، نتسلح بالإرادة، الإرادة التي تجعلنا نعمل دائما رغم التعب ونبتسم دائما رغم الحزن. ونهنئ كل المشتغلين في حقل الفلسفة ونقول لهؤلاء كل عام والفلسفة ورجال الفلسفة بألف خير.